بطل الحين. الله يوفقه ان شاء الله.
كفو بالظهر زقتها كفو الحمد لله اليوم توفقنا اول يوم بط صدنا فوق ال 160 يمكن 170 الحمد لله انا ويا ابو احمد واخونا عبد العزيز استانسنا واستمتعنا خوش بط خوش جو بس الحين حاشنا مطر شويه الحين لازم نمشي انا يقولون بيزيد بعد شوي يلا تكمل والله يعيننا على الدرب تكمله باكر ان شاء الله والله يعيننا على الغيله يلا ثانك يو فيري ماتش هذا صيدنا اليوم هذا بس رمينا ساعة ونص إلى ساعتين هذا اللي لقطنا من أكثر صيدنا بس هذا اللي لقطنا في شيء حي قام يسبح ساير وايد بعدين ذبحنا المطر شوي ولا كان كملناهم فوق ال 200 وأربع أنواع من البط الحمد لله الحمد لله استانسنا كيفنا وشغل عدل كرسنا راسنا يعطيكم العافية